يعني دلوقتي الفقرة دي الحقيقة فقرة يعني محببة لقلوبنا جدا، ومعانا ضيف استثنائي ومختلف. ضيفنا هو مواطن كويتي محب لمصر، ده اللي كتبه صانع المحتوى وضيف فقرتنا محمد الضفيري في تعريفه لنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بيقدم من خلالها محتوى عبارة عن محتوى مصور لرحلاته في محافظات ومدن مصر من شمالها لجنوبها، رحلة مليانة بحب وجمال وطبيعة خلابة. يعني خلينا نتكلم عن رحلته لمصر وقصة حبه لمصر. معانا ومنورنا صانع المحتوى محمد الضفيري. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. طيب يعني احنا لسه كنا بنتكلم معاك دلوقتي وقلت انت لسه راجع من سانت كاترين. سانت كاترين القاهرة، اسكندرية القاهرة تاني. القاهرة تاني مرة تانية يعني. طيب احكي لنا بقى، سانت كاترين دلوقتي الجو برد قوي، يعني درجة حرارة قلت لنا ماينس 4. 4 تحت الصفر. يعني لا احكي لنا بقى قصة. هي 4 تحت الصفر كمان تحت، يعني احنا لما تصعد فوق الجبل يعني كانت أكثر. انخفض أكثر كمان. والأكسجين طبعًا أقل، بس كانت رحلة أكثر من رائعة. من أحلى الرحلات اللي أنا سويتها في حياتي يعني. طب كان إيه المختلف فيها؟ سانت كاترين تعتبر سياحة دينية. مو سياحة دينية لديانة معينة، لا للكل يعني، لأن مكان يعني مر عليه كل الأنبياء، مر عليه كل الأديان موجودة راحت في هالمنطقة، فيأثر في كل شخص مهما كانت ديانته إنه يروح هالمكان. هذا الجزء الديني. الجزء الآخر إن أنت تطلع الـ يعني التشالنج نفسه، إن أنت تطلع الجبل وتصعد فوق وتقول أنا طلعت الجبل يعني. فاللي سويته إن أنا صورت كل الأمور هذه كلها وأظهرت التعب اللي إحنا كنا فيه، وفي النهاية بينت الوصول إلى القمة في مكان ديني جدا. يعني أنت قاعد تتكلم عن مكان كان فيه سيدنا موسى، أنت قاعد تتكلم عن مكان الوحيد في العالم اللي ربك تجلى عليه، الوحيد في العالم والمرة الوحيدة. فأنت متخيل المكان اللي أنت، الروعة اللي أنت موجود فيها، فكان إحساس غير عادي. وفي ناس كثيرة على فكرة بالمنطقة هذه من أديانة مختلفة زوار للمنطقة. هذا جبل موسى بس، دير سانت كاترين موضوع مختلف تماما وموضوع رائع جدا. سانت كاترين نفسها حلوة يعني، تحس ان انت موجود في منطقه وادي، انت في الوادي المقدس يعني، انت يعني خلاص يعني ما يصير انا اتكلم اكثر من انا اقول الوادي المقدس. مكان فيه روحانيه رائعه جدا. طيب ايه اللي خلاك تقرر انك تصور الزياره وصعود الجبل وزيارتك للدير؟ ابي الناس تعرف، ابي الناس تشوفها في المنطقه هذه، مثل ما تقول في وايد ناس ما يعرفون اصلا مدى جمال ومدى روعه الشيء هذا، فلما تشوفها راح يروحوا يشوفونه يعني. يعني يعني اللي هو يا جماعه احنا عندنا هنا مصر شيء رائع جدا مو موجود منا بالعالم يعني. انت 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 فاهم، انت قاعد تتكلم على مكان تجلى ربك فيه، هذه الناحيه الدينيه. فوق هذا جبال، الناس اللي تحب التسلق الجبال لامم الموضوع، لامم كل شيء هذا وهذا. فشو ما نوريها للناس يعني، يعني وفي ناس كثيره ما تعرف يعني، في ناس كثيره غير مصريين غير عايشين، مو عايشين في مصر، في ناس مصريين في مصر ما يعرفون، ما بالك الناس اللي برا. فابي اخلي الناس تشوفها، وهذا فعلا اللي صار يعني، والحمد لله ان هم شافوها. وهذا كان الهدف الرئيسي من الموضوع، ان يا جماعه موضوع متعب ومرهق لكن شيق جدا. عارف لما تعمل شيء تتعب فيه بس انت مبسوط. انا كان معي صديقي ايمن يعني، صديق العمر يعني، كنا بنقف في الطريق نشجع بعض يعني، يعني كنا نقف في نص السكه مثلا يقول لي انا مش قادر، نشجع بعض نريح الاستراحات. هو بيتقال عليها رحله المره واحده في العمر، تصدق يعني. انا بعد ما عملتها وخلصت النزول انا عندي استعداد اطلعها مره ثانيه، لأنها رحلة تسويها بس بعد فترة تشتاق لها. أنت فاهم الفكرة؟ يعني تشتاق لها مرة ثانية، لأن لما تشوفها وتتذكر أو تشوف الصور أو الأشياء تقول الله أنا عايز أرجع، عايز أعملها ثاني. أنا قاعد أقول كذي وأنا لسه مخلصها من يومين. طب بعد سنة أكيد هعملها ثاني. محمد خليني أرجع بقى للبايوغرافي بتاعتك. يعني أنت معرف نفسك على مواقع التواصل الاجتماعي مواطن كويتي محب لمصر العظيمة. صح. اولا انت منورنا هنا في مصر وشرف لينا طبعا محبتك. الشرف كله لينا، انا موجود في مصر اصلا.
بس عايز اعرف منك قصه، يعني قصه تعلقك بمصر ابتدت ازاي؟ ابتدت انت امتى اكتشفت ان انت فعلا عايز تزور كل مدن مصر وكل محافظات مصر؟ شوفي، انا بطبيعتي يعني انا بحب الاشياء اللي فيها تاريخ، بحب الاشياء اللي فيها هدوء، فيها سكينه. حتى لما اسافر دول ثانيه تلقيني ادور بالاماكن اللي هي شويه في ناس ما تعرفها وبرتاح فيها اكثر من الزحمه. ف يعني مصر مثلا لما تبدا تتكلم عن التاريخ يعني تجده في مصر، عن الاشياء القديمه جدا والحضارات القديمه جدا في مصر، السياحه العاديه وبالصيف والبحار راح تلقاه بمصر. لما بديت اشوف اسوي مثلا ابحاث عن موضوع الحضاره المصريه القديمه، لان انا رحت الاقصر قبل كذي، والاقصر من المدن الخياليه اللي انت ممكن تروحها في العالم. يعني انت أكيد. متحف مفتوح تخيل انت يعني. فبديت اسوي الابحاث عشان اعرف الموضوع، تعلقت جدا بدنيا ما قبل الدنيا يعني. انت فاهمه علي؟ طب احكي لنا زرت ايه في الاقصر؟ الاقصر معبد الكرنك، الاقصر سويت طبعا رحله المنطاد رائعه جدا كانت. يعني الاقصر وايد اشياء سويت رحت فيها. رحت البر الغربي؟ طبعا البر الغربي والبر، شفت وادي الملوك، وادي الملكات. انا رايح اصلا عشان وادي الملوك يعني. انا اصلا الاقصر كنت رايحها، كان وقتها في افتتاح طريق الكباش. مزبوط. فكان كل طبعا كان يبيني اروح طريق الكباش. بس انا صدقني طريق الكباش طبعا ممتع جدا، بس انا اصلا كنت رايح عشان وادي الملوك. انت عارف يعني شنو وادي الملوك؟ يعني عارف يعني، شوف انت الاسم بس. لما تروح هناك وتوقف بمكان يسمى وادي الملوك، وانا موجود كانوا يعني ما زالوا قاعد يطلعون ملوك يعني. انت انت بتخيل الحين في شغل يعني، كل شويه يطلعوا ملوك. وتكون موجود يعني مقبره مثلا توت عنخ امون. مقبره توت عنخ امون لما تدش المقبره هذه، انا دشيت داخل ما عرفت اتكلم يعني عارف، خلاص مو عارف اطلع الكلام من انبهاري بالمكان والالوان. طبعا من أحلى المقابر طبعا. وكأنها موجودة. طلعت منها رحت مقبرة رمسيس. مقبرة رمسيس السادس، ناس واقفين طوابير لبرة وبعدين نزول عشان يصور المقبرة وهي فاضية. مظبوط. بس فيها رسمة على السقف عبقري. طبعا لا أنا أقصد فاضية، ما فيها الآلهة نوت، آلهة السماء بالضبط. وهي يعني عارف، شوف مدى روعة. أنا كنت منبهر ومبسوط عارف بان الناس، اقول الله الناس هذه كلها شوف جايه مسافره، طيارات ودنيا وافواج سياحيه عشان يوقفون طابور ويصورون هالمكان. شلون احنا ما نعرف الاشياء هذه؟ صحيح عندك. طيب محمد، رد فعل المتابعين الفولورز اللي عندك، رد فعلهم بيكون ايه؟ بتلاقي الناس فعلا متجاوبه وعايزه تيجي تشوف الحاجات اللي انت شفتها وتجرب التجارب اللي انت قمت بيها، ولا بيكون ايه ردود الفعل عاده؟ تشجيع بشكل غير عادي. انا كنت لما اتعب في الرحله بالذات يعني رحله موسى وهذا، كنت ادش مثلا اشوف اخذ باور. شوف عمل كام فيو. لا على فكره انا مش والله انا ما نزلت الفيديو يعني. انا كنت الرحله انت ما كنتش لسه نزلت انت نزلت الفيديوهات بعد ما خلصت الرحله كامله. طبعا انا كنت قاعد اصور. كنت بتاخذ باور من ايه؟ كنت من الفيديوهات الثانيه، من كلامهم هم يعني عارفين ان انا موجود في سانت كاترين اصلا. يعني مجرد ان انت اعلنت ان انت في سانت كاترين. بس يعني انا عارف ومتاكد ان في ناس كثيره جدا تبي تشوف الاشياء هذه. وعلى فكره والله في ناس كثيره جدا ما تعرف هالمعلومات. انا كنت يعني في ناس سالتني قالت لي انت فين، وناس مصريين يعني، ما بالك الناس اللي من جناسي ثانيه. في ناس كثيره جدا قالوا ان احنا لازم نسوي الرحله هذه، انت شوقتنا ان احنا. وهذا هو كان هدفي الاساسي. انا مو هدفي الفيوز، مو هدفي الاشياء هذه. انا كنت ابي اوصل رساله، والحمد لله يعني لما اقعد اليوم مثلا الاقي الفيديو مثلا في يومين يعني طايف الخمسة مليون، مبسوط. مو عشان الخمسة مليون، مبسوط ان الحمد لله رساله قدرت توصل وجهه نظر. قدرت اوصل رساله، لو شوفوا يا جماعه المكان هذا، شيء انتم شايفين المكان، تعالوا بنفسكم سووا الرحله الفظيعه هذه. عظيم جدا. طيب عايز تزور ايه تاني في مصر؟ مصر إيه؟ شوف مصر ما يعني ما يتزهقش منها يعني مصر فيها وايد اشياء. يعني بالشتاء مثلا كل الاشياء الاثريه هذه كلها والحضارات والامور هذه كلها موجوده في كل مكان. في الصيف
موضوع تاني خالص. فمثل ما تقول يعني ممكن الصيف أو الشتاء يخلص عليك وأنت للحين أصلاً ما خلصت. صح. أنت فهم يعني أنت بتتكلم عن مكان قديم جداً ومرت عليه أزمنة كثيرة جداً ومرت عليه أديان كثيرة جداً، فتخلص ما يخلص يعني. فإن شاء الله يعني ما راح نوقف، لأني أنا نفسي يعني أعشق، أنا قاعد أسوي شيء أعشقه، مو قاعد أسوي شيء لهدف لتارجت ثاني، لا أنا أعشق اللي أنا قاعد أسويه. احنا كمان نتمنى ان انت توقفش، ويعني انت ضيف عزيز علينا طبعا، ان كان في صباح الخير يا مصر او في بلدك طبعا التاني مصر، ويعني احنا سعداء بيك جدا النهارده محمد النفيري، نورتنا. الله يسلمك، الله يسلمك، انا اللي اسعد، انا اللي اسعد، ولي الشرف طبعا ان انا اكون متواجد في صباح الخير يا مصر وفي مسبيرو معاكم، يعني هذا شرف كبير جدا لي، يعني شرف لينا. نورتنا ونورت مصر، ومستنيين منك فيديوهات ان شاء الله. ان شاء الله على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا معك. شكرا. طيب.